الهند. انا اخويا في ايطاليا، فين؟ في ايطاليا، في ايطاليا. اوه ايطاليا. سو ايش من بلاصه في ايطاليا؟ انا فيرونا اخويا. فيرونا. تبارك الله. قريتي مشيتي قرايه ولا كيفاش؟ انا اخويا مشيت على فيسبوك زواج، واو برافو عليك. فين تعرفتي عليها؟ على فيسبوك صورة. معلم. وكي درتي قناتي انك كتبغيها؟ ماشي من الضروري انك تقنع شي حد انك كتبغي، لا جيست وصافي، لا، داكشي كيجي بوحدو. ولكن اتفق معايا على واحد الحاجه، انه بحال مثلا الطاليان فرنسا، اغلب الجوار كيعرفوا ان واحد فئه كثيره من الجزائر ولا المغرب ولا تونس يعني باغيين يجيو لاوروبا، ولا مثلا تما راهما تما كاينين بزاف وباغيين يصاوبوا اوراق عن طريق داكشي. كيف تحكي في شي وحده واقيله بعيده ما عارفاش هادشي واقيلا؟ لا انا كنت كندخل لي جروب، فهمتي، بحال لي جروب ديال التوريست اللي كيبقاو ريشارشو في المغرب، كنقلب على لي كومونتير، كندخل لي باج، كنسول، كنعرف مثلا، كندخل البروفيل، كنعرف المرة شنو كيعجبها شنو ما كيعجبهاش، شحال من مرة زارت المغرب، كتكون هي ديجا عندها واحد الفكرة، تماما. فهمت. كاع فهمتي، يعني دخلتي انت لديك الجروب اللي انت كتش ديجا عندك مثلا معاه وهي عندها معاه، وتلاقيتوا عند طارق شي حاجه كتبغيوها بجوج. يعني بحال معلم. بالنسبة مثلا للدراري اللي كيبغوا بحال هكا، كاين انك تلاقيت هنا مع بنادم ما كيعرف يهضر لا بلونجلي ولا حتى شي حاجة، يعني غير في الله داكشي، معلم معلم. فهمتي. وانت اشمن بلاصه في المغرب اذا كان ممكن سو؟ انا في الرباط اخويا، مرحبا. وشحال دابا انت في ايطاليا؟ دابا تقريبا نقول 3 سنين، معلم. وفوقاش كتشد الجنسية؟ وانا دابا شديتها تقريبا و داير في اندر بروسيس، شحال الوقت باش تشد الجنسية؟ بحال دابا الا كان زواج، اه زواج كنت يعني كالم على حساب المدن، فهمتي، بحال قلتي كل، بحال في امريكان كتقولوا كل ولاية، مثلا فهمت. هنا في الطليان على حساب المدن، كنت مكالمة وخدام و كيديكلارا الصالير ديالك مزيان وشاركت، كديرش فيها المشاكل والبلاصة باش خدام، كتمشي كيدوزو عليك لونكات صافي، كتاخد الجنسية ديالك 3 سنين الماكسيموم، معلم. وخاصك كتمشي تحضر الدرب الطليانية. هو ضروري من اللغة كتسهل عليك، فهمتي، معلم. كتكون عارف البلاد، عارف كيفاش دايرة، عارف القانون، كتعايش مع الناس، يعني كتسهل عليك. وهنايا بالنسبة مثلا الناس اللي كيهضروا مثلا بالونجلي، هنايا مزيان، كتجي كتخدم في لي زوتير، كتخدم في، تقدر تخدم جيد، فهمتي، عطى الله ما يدار هذا الإنسان في المغرب اول مره ممكن. كنشوف تبارك الله شي مغربي كيهضر زوين على الطاليان وشي لعبات، يقولك انه كاين ما يدار الا عندك كذا وكذا. اغلبيه تيقول لك مقطع ما يدار في اوروبا كذا، هذه كيهضر غير السلبيه. خويا اللي ما كانش ما يدار هو اصلا ما انفيستيش في راسه باش يلقى ما يدار، كاينه فهمتي، هو اصلا ما عندوش ديك لاف، ما عندوش هو ديك لافالور اجوت اللي غيقدمها لهاد البلاد باش يقول انه فيها ما يدار ولا ما فيهاش. كتلقى هو مثلا جاي حالا بلا صنعه، بلا ديبلوم، بلا لونج، بلا وين، فهمتي. معلم. كاينه هذه الهضره. كاينه. وبالنسبه للخدمه، انت تقدر تقول لنا شنو كدير في الخدمه؟ ما سمعتكش اخويا سفيان، تقدر تقول لنا اخويا شنو الخدمه ديالك؟ انا اخويا كنخدم في لابوست ديال الطاليان، في البوسطة ديالها، شنو هي هذه؟ لا بوست بحال قلت البوسطة ديال المغرب، اوكي. البوست يعني بوست افيس، يعني كتخدم مع الدوله. خدام مع الدولة، خدام باخر. معلم. وبالنسبة للمينيموم ويج ولا مثلا السالير، شنو هو اللي كنقولوا له حنايا السميك في الطاليان؟ شحال في الشهر؟ هو في الطليان بالنسبة مثلا للناس اللي كيكونوا عندهم الصناعة ديالهم والحرفة ديالهم، يقدر يخدم مثلا، ما يقدر يخدم بصالير ديال 1500، 1700، 1000، المهم على حسب البوست مزيانة اللي انت فيه، مزيانة. ويقدر يخدم في النوار، فهمتي، هذا يا هو فهمت. الافونتاج ديال انك ملي كتكون عندك الصنعة ولا عندك الحرفة عندك بزاف، عطى الله من يده، ولكن ملي كتكون معول غير على الصالير بحال في المغرب، انت يعني ملي فهمت. كتكون معول غير على الصالير عمره ما غادي يكفيك، ديما غادي تبقى تسنى انت داك الصالير ينزل، ديما تبقى تسنى، فهمتي، ماشي بحال ملي كتكون عندك الصنعة ديالك. فهمتك. وبالنسبة بغيت نسولك السؤال هذا مهم، بحال مثلا دابا في الطاليان بيت في ابارتومون، بيت وصالون كوزينة، شحال كدير الشهر؟ خويا انا الكرا غالي، ولكن انا ما كاريش، انا كنعرف بنادم كيخلص
على حساب النقاب، على حساب داك الشيء، كاين اللي كيخلص 500 وكاين اللي كيخلص 600، كل واحد وشحال، فهمتي؟ 600 اورو في باغدو ابارتمان ديال بيت وكوزينه. اه، وعلى حساب، وعلى حساب البلاصة، وعلى حساب، فهمتي؟ كل ما زدتي الفلوس، كل ما كتزاد الكاليتي ديال الدار، كل ما كتزاد الفلوس. لا فهمت. اخويا شنقولك برافو عليك والله يسهل عليك. شوف شي نصيحة أخيرة للدراري مساكن اللي كي اللي شاطيو وكذا وداك الشيء. خويا بالنسبة لي أنا، النصيحة اللي نعطيهم بنادم ينفيستي في راسو، فهمتي؟ علم ينفيستي في راسو. كل ما انفيستيتي في راسك، النهار اللي كتجيك الفرصة كتشد فيها بيديك وبرجليك. أنا اللي قلت لك يا واحد ليستوا كاع ما تشيق. اها دري صاحبي كان كيقرا معايا في لافاك، هادي 20 نيت، عرفتي داك الهيت اللي كيدير بنادم من راس طاو هاز ديما جيتار ديالو، يا ارجو الصويره وكذا. داير مع صحابو، غادي يمشيو يخيمو في أكادير، في الكورنيش ديال أكادير. اها صحابو مشاو سبقوه، هو كان عنده شي مشكل في الدار، قال لهم سيروا حتى الحق عليكم. اوكي مشاو هما سبقوه بشي 3 أيام، صون عليهم قال لهم فين، عطاو الباصات مجال عندهم. المهم تخلف هو بحال قلتي ما عرفش البلاصة وداكشي. المهم كيدور في الكورنيش هاز الجيتار ديالو، كعرف انت داك الهيد ديال، ايه عارفه من راسها يا فهمتي؟ هاز الجيتار ديالو، لقى شي وحدات من لوكسمبورغ كيتبحرو تما في الكورنيش. هلو هلو كذا، هو عنده ديك لونجلي شويه. المهم كي ديباني، فهمتي؟ المهم كتاونجازي مع بنادم، مشى جلس معاهم، بقى كيغني ليهم، كيطلق ليهم مزيكا، عجبهم الحال، تاونجازي مع واحد خيزي منهم. داز شي 3 شهور بحال هكاك عند الدراري، صافي دوز معاهم داك الخريجه، داز هكاك، داز شي 3 شهور يترجع للمغرب، جات لعندو. واو المهم دوز زويا شي بركه، السيدة رجعت لوكسمبورغ تلقى راسها حاملة. واو شنو ديكور كيبان يا صاحبي. اي حين شوف تطلعوا لي 20 ولا مثلا ما لقاهم. شوف سبحان الله. شوف الأرزاق، الأرزاق، ربي لم كتب لك شي حاجة، طرتي نزلتي اللي مكتبها لك، غتجيك تل عندك، كاينه كاينه معلم مع فريم وهذه درا كاينه. يا سبحان الله. هذيك فهمت؟ المره هضرت شي واحد النقطه زوينه، بلادي بانفيستي في راسه، يتعلم لغه، يتعلم شي حاجه شوف، اللي تعلم اتي بها شي اللغة، واحد. تماما. بلادي تعلم ما في راسه حتى شي اللغة، حاجه، باغي يمشي للغربه وصافي، هو من وصح راسه هو كاين. ما تعلمش شي حاجة، تعلمك كيفاش تهضر، حيتاش الطريقة اللونجاج ديال بنادم. مثلا غتجي عندك قاولية ولا هذا، راه بجيست بسيط، غير بواحد الحاجة اللي بسيطة تقدر تفتح لك الباب لشي حاجة اللي كبيرة. تماما فهمتك فهمتك كاع. واش نقول اخويا شكرا لك على التجربه ديالك، وان شاء الله الله يسهل الدراري. وتحياتي لك اخويا العزيز، الله يسهل لك في طاليان خليك الأمور وراك عزيز. الله يحفظك اخويا ميزو. تحياتي لك. نعم نعم انفيستي في راسكم، انفيستي في راسكم.